اهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الاخباريه. الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان زار النهارده عدد من المناطق اللي بيتم تطويرها وازاله العشوائيات منها، زي منطقه مثلث ماسبيرو وروضه اي السيده اللي كانت معروفه باسم تل العقارب، وايضا مشروع الاسمرات. الجوله الحقيقه شملت مدينه النهضه في حي السلام بعد الانتهاء من تنفيذ 4900 وحده سكنيه في مشروع المحروسه 1 و2. الوزير قال انه من المنتظر التسليم النهائي للوحدات وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الاداريه ايضا منتصف الشهر الجاري خلال زيارته لمنطقه مثلث ماسبيرو. ووزير الاسكان كمان اكد خلال الزياره ان مشروع تطوير تل العقارب هيتم افتتاحه يوم 30 يونيو الجاري، وانه هيتم تاجيل عدد من العمارات السكنيه لمده شهر تقريبا لتاخرها في التنفيذ. لكن الوزير أكد أنه مش هيسمح بالتباطؤ تاني، وأن التأخير يوم واحد فقط عن الموعد المحدد هيكون فيه عقاب شديد. الوزير أيضا اتكلم عن اهتمام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف العبء عن القاهرة وإعطاء الفرصة لتطويرها لعودتها للمكانة التي تليق بها.